اوكي انا بدي بالي دانس كلاسيكي ابتدى من القرن اللي فات في ايطاليا تحديدا وتطور شويه في فرنسا وتطور في روسيا بحصه الكبار. هي طبعا عشان الباليه بالنسبه للكبار ما كانش موجود من فتره طويله, يعني هو داخل مصر بقاله 10 سنين بس. كان الاول لازم يكون حد خريج معهد الباليه, فلازم يكون حد محترف من هو صغير, لكن احنا بقينا ندي باليه الكبار من حوالي 10 سنين مش اكتر. انا مش بدي كلاس باليه زي الاطفال او من هو بيجنر قوي, انا ببتدي واحده واحده معاهم علشان الجسم مختلف لما بيكبروا عن من هم صغيرين. بدي الاول ورم اب, وبعدين بدي اساسيات الباليه كلها, البوزيشن الموفمنت الاساسيه الاول, ده في اول ليفل علشان يبتدوا يتعودوا, عشان الباليه شويه عكس الطبيعه, فعشان نعرف نقف البوزيشن ونعرف ناخد وقت شويه. يعني هو الباليه محتاج استمراريه عشان هو بياخد وقت طويل عقبال ما نتعلمه, بس هو من انا يعني قد ما هو اصعب انواع الرقص قد ما هو بيبقى سهل بعد كده ان هم يتعلموا رقصات تانية. في الكلاس بتاعي انا ببتدي من ورم اب الاول, بعدين ابتدي بوزيشن حاجات بسيطه, وبعدين ابتدي واحده واحده لحد ما نبتدي نعلى في الليفل. بياخد وقت, بياخد وقت طويل, مش من يوم وليله, مش يعني احنا في المعهد بندرس 9 سنين, وبندرس ال9 سنين 6 ايام في الاسبوع, فعدد ساعات كتير, فاحنا عشان لما بيبقوا هواه بيبقى عدد ساعات اقل من كده, فطبعا محتاجين استمراريه اكتر علشان الفلكسبيليتي تبقى اعلى والدنيا تبقى احسن, فاحنا باخد وقت اطول. يعني الفكره ان الباليه بيشد الجسم جدا, فالعضله نفسها بتبقى مختلفه, احنا بنشتغل بكل عضلات الجسم حقيقي, من الصباع الصغير لحد الراس للعينين, كل حاجه بتشتغل, فالباليه يعني بيحرك كل الجسم. تاني حاجه هو بيدي ثقافه النفس عاليه جدا, سماع المزيكا ومشي على الميوزك, ازاي نحفظ الحركه, ازاي نوفق كل ده مع بعض ونطلع منها حركه كامله فنطلع منها رقصه. اللي يقدر يشترك في الباليه عامه مفيش سن معين, احنا بنبتدي من الاطفال من 4 سنين لحد اكبر سن موجود, احنا بنبتدي في كل الاعمار موجوده, سواء ولد سواء بنت, كبار في السن صغيرين. هي الفكره بس ان الفلكسبيليتي بتختلف معايا انا من شخص لشخص في التدريب, لكن غير كده كل الناس تقدر تشارك في الباليه. بنهايه كل ليفل طبعا على حسب الليفل, لو في البيجنر بيتعلموا اسس الباليه بس اللي هي المبادئ في الاول, ازاي البوزيشن والموفمنت الاوليه وكده, بعد الكورس الاولاني لما ندخل الكورس الثاني بيبتدوا يتعلموا الحركه وازاي ادخل الحركات في بعض. في الكورس الثاني الثالث ببتدي اعلم الرقصات, ازاي اخلي من الحركات دي من مجموعه حركات تتكون رقصه, وازاي ارقص فيها في اي مكان ما. فمع نهايه كل كورس لازم نكون طالعين بفكره معينه بنتعلمها, سواء بنتعلم حركه كامله او بنتعلم رقصه كامله.